استاذ بس كم يوم بس؟ اربع خمس ايام منيح؟ اهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في مثل هذا اليوم 30 تشرين اول عام 1991 انعقد مؤتمر مدريد للسلام قبل 32 عاما، والذي ادى بايلول 1993 الى توقيع اتفاق اوسلو على اساس قيام الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية. وبعد 30 عاما من ذلك الاتفاق عمل الاسرائيليون بكل ما لديهم من اساليب وضروب في الدهاء والقتل والتدمير إلى تفريغ الاتفاق من مفاهيم السلام وضرب أي بارقة لقيام الدولتين، حتى أنهم ضربوا مقومات المبادرة العربية للسلام التي تبنتها قمة بيروت بال2002، أي قبل 20 عاما، على قاعدة يعني الأرض في مقابل السلام، حتى أن هذا المفهوم الداعم لحل الدولتين هشمه الإسرائيليون. وها هم اليوم بعد 30 عاما تماما من مؤتمر مدريد أو من اتفاق أوسلو، هم يضعفون ويضعفون أي حل معين، يقودون أي مبادرة، ويعملون إلى قضم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدمرون القطاع بمحاولات إجرامية للإبادة وتهجير أهالي القطاع المحاذي لمصر. وذلك يعني أن كل مقومات العيش لم تعد موجودة تقريبا في القطاع. وفي حال حاول أي قطر عربي مساندة أبسط الحقوق للشعب الفلسطيني فتنبري انتقادات غربية، لا بل تهجمات وإدانات، سواء حيال ما تفعله المقاومة في جنوب لبنان من إلهاء الإسرائيليين على جبهتهم الشمالية، أو حيال مبادرة مثلا قطرية أمريكية مصرية انضمت إليها تركيا وباريس، في وقت السعوديون يشددون ويدعون إلى وقف هذه الحرب. معنا مباشرة الدكتور محي الدين شحيمي، أستاذ القانون والسياسة الخارجية في باريس. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. طبعا وحضرتك يعني عضو يعني خبير بالاتحاد الأوروبي. دكتور شحيمي، اليوم مثلا بيقول جو بايدن، بيقول مثلا نحن منا بحاجة إلى زيادة مهمتنا مع الجيش الإسرائيلي، ولازم يكون كمان في مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبذات الوقت بيقول نحن ما عم نحارب مع الجيش مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع أنه في 50 سفينة من 11 دولة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، هي أول مرة منذ 1945. ما الذي يحصل الآن على المستوى الأمريكي الإسرائيلي؟ أنا بدي جاوب بالعكس. نرجع نوصل لشو اللي عم يصير على المستوى الموقف طبعا الأمريكي. رح نحكي عن زيارة وزير الدفاع الفرنسي للأربعة، رح يكون ببيروت. قبل ما نحكي عن شو عم يصير بين الموقف الأمريكي وبالكيان الإسرائيلي، أنا بدنا نأكد على شغلي أنه القضاء على أي فصيل فلسطيني سواء كان حماس أما حتى السلطة، هذا ما بيقضي على القضية الفلسطينية. يعني حتى لو ضربوا حماس أو الجهاد أو حتى فتح والمنظمة، يعني بغض النظر إذا كنت مؤيد أما منك مؤيد، محايد أما غير محايد، هذا موضوع مختلف من ناحية السياسية ومن ناحية استراتيجية ومن ناحية التقنية لوجستيا. أثبتت علميا أنه ما فيك تقضي حتى على أي فصيل أما على أي تشكيل بالضربة العسكرية. لذلك الحل الأساسي للقضية الفلسطينية هي الاحتكام إلى القرارات الدولية، إلى المواثيق الدولية، إلى العودة إلى الاتفاقيات، وعلى الكيان الإسرائيلي أن يكف العبث في السياسة وفي القانون وفي المجتمع، وعليه أن يخفف كذلك من جرائمه، لأن كل هذه الأمور لن تثني عن التفتيت القضية الفلسطينية أم إنهائها. تنتهي القضية الفلسطينية بحالة واحدة فقط، هي بحل الدولتين وفي إقامة دولة للفلسطينيين على مستوى العدالة والقانون والمساواة والأمان. هذه هي بكل بساطة. بس تحكي عن هذه المعادلة، أنه انضربوا حماس وانضربوا الجهاد وانضربوا يعني منظمة التحرير أو فتح أو أي حدا، ما بتنتهي القضية. هن يمكن انطلاقا من الكلام اللي عم تقوله وأحقيته، عم بيجربوا يفرغوا هالقيادات أنه يهجروا الشعب الفلسطيني.
وقت اللي بيهاجروا الشعب الفلسطيني اي 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 قضيته، هل سيستطيعون تهجير الشعب الفلسطيني مع انه يعني عددهم اكثر صار من اليهود الاسرائيليين يعني الموجودين، هل سيستطيعون تهجير الشعب الفلسطيني؟ يعني الكيان الاسرائيلي حتى بعض المتعاونين معه من المجتمع الدولي حاولوا على مدى 75 سنه انه يعملوا تقطيع للاجيال الفلسطينيه، هذا بالدرجه الاولى، وعمليه تضييعهم وابعادهم عن القضيه الفلسطينيه، هذا بالدرجه الثانيه، وارغامهم اما واجبارهم اما وحتى بطريقه اللعب السياسي والتكتيكيه على عمليه الترانسفير ام عمليه تهجير ام عمليه اباده مثل ما عم نشوفها هلا. انما هذا الشيء اثبت العكس، خصوصا انه في عندك او جيل فلسطيني واع اكثر من الجيل اللي سبقه بموضوع القضيه الفلسطينيه بالتعلق بالارض بالهويه بكل الامور اللي لها علاقه بمقومات الدوله انشاء دوله فلسطينيه. كذلك الامر عندك انت المجتمع العربي الحاضن للقضيه الفلسطينيه وللدوله الفلسطينيه، وشفنا انه المواقف الرافضه لعمليه الترحيل عمليه الترانسفير والى ما هنالك من هالامور، كل هالشيء حتى لو في اتجاهات للتطبيع يعني مع العدو ما خص امور التطبيع ما خص بها الامور اللي عم تصير، الشعوب لا زالت ضاغطه. نعم لا بغض النظر حتى يعني ما فينا، انا ما بدي افصل انه في موقف بين في فرق بين الشعوب والدوله، الدوله والشعب متلازمان، هذا كله يعني بنهايه الامر حريه تعبير وحريه قرار بنهايه الامر، انما موضوع عمليات يعني كتطبيع اما عمليه خلينا نقول انه اتفاقيات استكمال لعمليه السلام، خلينا نحكي هي ليست فقط انه خلينا نحكي انه نؤيدها بكلمه تطبيع، هي استمرار لعمليه السلام وهي استمرار للمبادره مبادره الارض مقابل السلام. هلا بنهايه الامر انه هاي الامور اخذت كثير عرائيل، انما هيدي الامور ما خصها على يعني الشق هلا المتعلق بالتطبيع والارض عم يمشي بس السلام ما عم بصير. العملية يعني استكمال عملية السلام والاتفاقيات اللي صارت والاتفاقيات اللي يعني اللي شفناها هي ما فيك تفصلها عن موضوع إقامة الدولة الفلسطينية، إن اللي صار هلأ هو بده يحدد مصيره، هو بده يعطي الأولوية للدولة الفلسطينية من تانا وجديد، يعني عمل رد فعل عكسي على الإسرائيلية. طبعاً أكيد عمل رد عكسي على الكيان الإسرائيلي، وخصوصاً شفنا بهالفترة الثلاث أسابيع يعني من بداية من 27 لهلأ في كتير امور متغيرات تغيرت. ما بدي احكي عن الشارع العربي، الشارع العربي كله اكيد مؤيد للقضيه الفلسطينيه وحامل للقضيه الفلسطينيه، انما انا بدي احكي بالمجتمع الدولي بالاداره الامريكيه، صار في عمليه خلافات كتير كبيره ضمن الاداره الامريكيه حول موضوع الاحداث اللي دائره من 27، وعندك بالقاره الاوروبيه كذلك الامر، عندك في خلافات داخل الاتحاد الاوروبي، خلافات ضمن الدول الاوروبيه الواحده، وهذا الشيء انعكس على طريقه التعامل وطريقه التعاطي مع الكيان الاسرائيلي حول هالموضوع، كل هالشيء اثر على 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 كسر على كسر لصورتين، على الصوره الماضيه اللي كان المشهد السابق اللي كنا عم نشوفه قبل احداث 27 والصوره الجديده اللي عم نشوفها، هيدي الصوره الجديده اللي عم نشوفها اذا صار فيها الى استعمال صحيح واستثمار صحيح بالمعنى السياسي واستراتيجي وحتى يعني على صعيد العلاقات من بدءا داخل الاراضي الفلسطينيه، يعني بين السلطه الفلسطينيه وبين كافه هلا حتى بالضفه الغربيه صار في محاوله اقتحام جنين راح 4 شهداء وكذا. لذلك انا عم شدد انه هيدي الاحداث اللي عم تصير اذا ما صار الى تحفيز واحتضان وفهم صحيح داخل الأراضي الفلسطينية بصير عملية الاستفادة منها بالمستقبل صعب جدا، وبتصير إنه يعني كان من الممكن إنه الشعب الفلسطيني يستفيد منها أكثر. طيب دكتور شحيمي، لا روح على نظرتك استراتيجية، لأنه الإسرائيلية ما قدروا حققوا هدفهم بأول 10 أيام، نحن صرنا بالأسبوع الرابع بنص الأسبوع الرابع أو يعني صار في عنا يعني 24 يوم. الصمود الفلسطيني وشكيمة حركة حماس هذه أول مرحلة حققت نجاح للكفة الفلسطينية، شو مفروض هلأ يصير من بعد ما يمرق شهر على العملية؟ شو مفروض أنه العرب أو الفلسطينيون أو مع العلم أنه داخلة على الخط إيران لأنه هي داعم اللوجستي لحماس شئنا أم أبينا، غير قطر أنه هي الأب الروحي أو هذا، ولكن شو مفروض الفلسطينيون أو العرب أو يعني الأمة أنه تعمل؟ مثل ما قلت لك المفروض على الداخل الفلسطيني أن يكون أكثر تلاؤما وانسجاما،
ويخفف كان الخلافات اللي عم تصير بين السلطة وبين الفصائل. عملية يعني إظهار جديدة لنوعية الحياة السياسية الفلسطينية ومحاولة الاستفادة أكثر من هالأحداث، وهذا الإنجاز اللي صار بنهاية الأمر. هلا على المستوى الدولي يعني في مثل ما بيقولوا انحدار كثير كبير بمستوى الأخلاق الدولية، وهذا الشيء شفناه بمجلس الأمن بقرارات مجلس الأمن. نحن بنهاية الأمر إنه ما لازم تمر على القصة شهر وشهر ونص، لازم يكون عملية حل إلى عملية استصدار المحاولة انتزاع واستصدار قرار دولي عن طريق مجلس الأمن لوقف سريع لإطلاق النار، وقف العمليات العسكرية، لأن اللي عم يصير هلأ منه هو قضاء على 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 حماس، هو قضاء على الشعب الفلسطيني. نعم. بنهاية الأمر قطاع غزة منه إنه قطاع حماس، هو قطاع، هو شعب فلسطيني، أعزل المدنيين. عندك أنت عندك خرق كتير كبير للمفاعيل مفاهيم القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الإنساني الدولي، وهذا الشيء اللي يعني عم نشوفه اللي بشكل مشهود بشكل فاقع كتير كبير. ما عم نشوف إلا استهداف لكل شيء حرم، يعني كل شيء حرمه القانون الدولي العام وقانون الدولي الإنساني من استهدافه عم نشوفه عم يستهدف على مستوى المستشفيات، على مستوى المدارس، على مستوى المنشآت المدنية، المدنيين العزل، حصار كبير، منع لدخول الاحتياجات الغذائية والصحية. يعني لذلك الأمر هذا الشيء كله بده يرد رد عكسي على الكيان الإسرائيلي. وهذا الشيء بالتوازي شو لازم يصير؟ لازم في عملية ضغط لوبينج كتير كبير عن طريق المجتمع العربي وبعض المتعاطفين الدوليين، إذا كان بعد في منهم متعاطفين دوليين مع القضية الفلسطينية بشكل صحيح، إنه استصدار قرار سريع لوقف إطلاق النار، وقف العمليات العسكرية، هدنة إنسانية يصار من خلالها إلى إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. أكثر من هيك ما عم نشوف إلا حرب إبادي، نحن عم نشوف بس إنه إجرام مش أكثر من هيك. هل ستستطيع تل أبيب إنه مثل اليوم مثلا عم بيقولوا إنه رفض إنه تمسك حماس بإدخال الوقود هو ما يقود المبادرة القائمة لتبادل الأسرى والمعتقلين وإلى ذلك؟ يعني هل قد صارت انه بتقدر اسرائيل من خلال هالشيء هيدا، من خلال انه بدنا نفوت وقود، ان تطير كل المبادرات الانسانيه اللي صايره؟ هيدي كلها حاجه واهيه من الكيان الاسرائيلي بنهايه الامر حتى يستكمل اكثر عمليته، حتى يقدر يستوعب ويمتص صدمه المجتمع الاسرائيلي الداخلي من نقمته على القياده، على الـ على الـ على الـ على الشارع السياسي، على الحكومه، على خروقات الجيش، على تقاعس الجيش، على 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 يعني عمليه هزيمه الجيش تقنيا ولوجستيا وتكنولوجيا، رغم كل الدعم الكبير ورغم كل التطوير ورغم كل يعني اعداد الاحتياطات بالجيش الكيان الإسرائيلي، إنما شفنا إنه ما في يعني صار في عملية انهزام بشكل مشهودي. لذلك هيدي العملية ما هي إلا حجة واهية حتى ليستكمل بعملية الإجرام تبعيته، حتى ليحاول يعني امتصاص الصدمة ويحاول إنه يرجع يعوم نفسه، مش عم يلاقي طريقة ليعوم نفسه بنهاية الأمر. يعني نتنياهو والأكيب لإله هو وصل لحيط مسدود بنهاية الأمر، وهذا الشيء يعني عاجلا أم آجلا بده يصار داخل الكيان الإسرائيلي. لذلك نتنياهو عم يستخدم هيدي الحرب الإبادي على قطاع غزة مطية لإله ممكن يعني من خلالها ياخد سقط براءة، وكذلك الأمر هيدي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية عملية تعويم لإله حتى يقدر يستفيد قد ما يقدر يستمر بالملف بالحكم، يعني بعهده السياسي، والمرحلة الثانية حتى يحاول إنه يستفيد منها ويستمر مش هيك، يستمر أكثر بعملية تعديلات بعض القوانين وسيطرة السلطة السياسية عندهم على السلطة القضائية، حتى يقدر يهرب من قضايا الفساد ويقدر يهرب من المحكوميات اللي هي بانتظاره. هيدي الأمور كلها بتوصل سوف تصل لحائط مسدود. لذلك احنا عم نشدد انه افضل حل هو عملية تطبيق القوانين للولوج بمرحلة ثانية الى المعبر الوحيد اللي حتى يصير في أمن سلام بالمنطقة. أما إذا كان في إمكانية لاستكمال عملية السلام، هي ما في إمكانية إلا عن طريق حل الدولتين ومبادرة المبادرة العربية، مبادرة الملك السعودي الراحل الملك عبد الله في بيروت، قمة بيروت 2002، وهي حل الدولتين عبر ضمن إطار حدود 67. يعني حتى التهويل بأنه في قاعدة سرية أمريكية للرادار والإنذار المبكر بالنقب وعلى بعد 30 كيلومتر من غزة، يعني هذه كمان تدخل بإطار البروباغندا أنه نحن قوية أو شيء هذا، ولا يعني هذه تعمل توازن بالقوى اللي صايرة
بالعملية اللي صايرة، عملية طوفان الأقصى. هلا دائما عندهم انه نحن الاقوى ونحن الاكفأ ونحن المتسلحين اكثر، هذا عمليه انه مش اكثر، انه معنى انه كرمال انه استعاده معنويه نفسيه، انه والله عمليه ردع نفسي، انما بين العكس. لذلك انا بقول انه هذا المسير، هذا الاستكمال بهالمسير بهالمشهديه ما عم يشد اكثر الا لاباده للشعب الفلسطيني الاعزل. لذلك لازم يكون وقفه انسانيه قبل ما يكون في وقفه سياسيه دوليه، وقفه انسانيه، وقفه اخلاقيه. يعني مجلس الامن تحول الى مجلس عجز، يعني ما لو مجلس امن لو منعقدت الجمعيه العموميه نعم اكيد ما حتتعوض عن رغم انها قرار غير ملزم، انما صفه الاجماع اللي معنويا صفه نعم. الاجماع الدوليه هي لازم تستكمل وتتحول لورقة ضغط ليصار إلى إصدار قرار داخل الجمعية داخل المجلس الأمن. طب هل صحيح مقولة إنه الإدارة الأمريكية عندها وزير إسرائيلي وديعة لها بحكومة نتنياهو لحتى تقدر تضبط سياسته؟ جالنتس إنه هو وديعة لبايدن عنده لحتى تقدر دل تعمل توازن. طب طالما إنه هذا، لنفترض هذه المقولة صحيحة، يعني السياسة الأمريكية هل مثل ما نحن منقول إنه رايحة للآخر بدعم نتنياهو، أم عندها يعني خارطة طريق غير شو بيفكر فيه نتنياهو؟ بنهاية الأمر الإدارة الأمريكية ما عملت شيء مستغرب، هي دائما يعني داعمة للكيان الإسرائيلي بأي إشارة من الإشارات، لذلك ما كان شيء جديد. إنما الشيء جديد إنه الهدف المكنون من وراء هيدي الأمور، لأول مرة عم نشوف رئيس أمريكي منذ يعني 67 وعمل زيارة للكيان أثناء حرب. هيدي شغلة ما صايرة من 55 سنة تقريبا. الثاني شغله وصول يعني القوى العسكريه الامريكيه كمان للمره الاولى من خمسة عقود تقريبا، كذا سفينة يعني. نعم من خمسه عقود، يعني القوى العسكريه العاتيه للولايات المتحده الامريكيه، هذه شغله ثانيه. الشغله الثالثه عمليه انه الاستحقاق الرئاسي الامريكاني، لذلك يعني الاداره الامريكيه عم تحاول تستفيد كذلك او من هذا من الاحداث اللي داخليا وخارجيا حتى اللي تقدر تعطي لحالها شانس اكثر لتكون منافسه في الداخل الامريكاني. عم بحكي الاداره الديمقراطيه طبعا. هو كل اللي حكاه بايدن، طلع اليوم ترامب بيقول انا الرئيس الوحيد من 72 سنه لهلا اللي ما قلت انه راح اعمل، بالعكس انا رجعت القوات الامريكيه عملت حل دون قيام حرب، بينما غيري كلهم عملوا حروب. يعني بغض النظر عن تصريح ترامب، حتى بينت حتى أمريكا وإن كانت عندها النية بدها تنسحب من المنطقة، ورغم إنه طلع مش مزبوط، ورغم إنه انسحابها طلع يعني بطريقة مخزية لإلها وبطريقة غير طبيعية وعملت خلل بالتوازن، إنما أساساً يعني الإيكو سيستم تبع المنطقة تبع النظام الدولي ما بيسمح لأمريكا إنه تنسحب، وهذا الشيء اللي شفناه. حلو هالإيكو سيستم هذا، يعني تستعمل أول مرة يعني دائماً يعني إنه المفهوم الطبيعي ما بيتفاعل طبيعياً. المفهوم الطبيعي للمنطقة نعم صح، المفهوم الطبيعي للمنطقة بالسياسة عم نحكي ما بيسمح لأمريكا مثل هذا انسحاب. هذا بغض النظر عن الشيء اللي عم يصير داخل الأمريكاني، إنما الشيء اللي عم يصير بالداخل الأمريكاني هو لا يقل عن الشيء اللي عم يصير داخل الكيان الإسرائيلي. في عندك خلافات، يعني عم يتأثروا الأمريكان طبعاً مش عم يتأثروا، يعني عندك خلافات كتير كبيرة داخل الإدارة الديمقراطية، عندك خلافات كتير كبيرة بين مؤسسات السلطة الدستورية بأمريكا، عم نحكي الكونغرس، عم نحكي المحكمة الفيدرالية، عم نحكي المجلس النواب، عم نحكي حتى البنتاغون، وعم نحكي البيت الابيض. هذه كله هالخلافات عم بدها تاثر على الاستحقاقات كثير كبيره، ونحن شفنا بالفتره يعني قبل احداث 27 كان في عندك عمليه امبيشمنت، يعني عزل رئيس مجلس النواب. هذه بحياتها ما صايره بالطريقه الامريكيه يعني. لذلك برايك يعني هاي المره من بعد 50 سنه تقريبا، يعني هالمره السياسي يعني كان بيبقى في سياستين او ثلاثه بواشنطن، سياسة الإدارة الأمريكية، سياسة البنتاغون، سياسة الخارجية. برأيك هاي المرة السياسة الصهيونية الأمريكية انكفأت أو ما قدرت انتصرت على السياسة العامة؟
اللوبينج اليهودي مؤثر مش بس بأمريكا، بمختلف الدول، بمختلف الدول للأسف، بمختلف الدول الكبرى، إنما بأمريكا باختلاف المؤسسات في سياسة خارجية واحدة دائما، باختلاف يعني سواء كان الرئيس ديمقراط أم جمهوري في عندك سياسة خارجية واحدة، سواء كان في خلافات كتير كبيرة بين مؤسسات السياسة الدستورية اللي نحن عم نحكي عنها، في سياسة خارجية واحدة. السياسة الخارجية واحدة التي تتعلق بهالأحداث اللي نحن عم نشوفها هلأ بالجريمة بقطاع غزة، هي الدعم المطلق، الدعم المطلق الأمريكي لسياسة الكيان الإسرائيلي، وهيدي مستكملة. هلأ أمريكا شو عم تعمل هون؟ عم تحاول تستفيد منها لاستثمار في الداخل الأمريكي، يعني الديمقراط عم يحاولوا يستفيدوا حتى ليكسروا الجمهوريين أكثر، ويحاولوا يطولوا يعني من خلال الاستحقاق الرئاسي اللي هن قادمين عليه، إنه يرجعوا يكسبوا ويربحوا إدارة جديدة وعهد رئاسي جديد. برأيك لماذا الصورة، صورة يعني صورة الإنسانية الدامية، صورة ضرب المفاهيم، مفاهيم الحوار، مفاهيم الحضارة، ليه ما عم يقدر المجتمع عندنا بالمنطقة يسوقها بالولايات المتحدة؟ المجتمع عم يحاول يسوقها، وشفنا عمليات الضغط العربي اللي عم يصير بمجلس الأمن والقمم اللي صارت والمحاولات والمبادرات، حتى غوتيريس يعني أول مرة بيجي بيوقف يعني على 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 تصريح الأمم الأمين العام على معبر وبيقول إنه يعني حرام هودي العالم، حتى تصريحه بالأمم المتحدة تحت القبة الأممية كان يعني تصريح نوعي لأول مرة من أمين عام الأمم المتحدة، وكل ما كان يحاول أمين عام يعمل هيك كان يقيله. صح، إنما المجتمع العربي عم يواجه هالفترة يعني إدارات وحكومات متطرفة، وهذا الشيء اللي انعكس من خلال مواقف الدول الكبرى من أوروبا لأمريكا على الأحداث اللي عم تصير. لأول مرة حتى يعني نحن شفنا أنه بأوروبا في دعم مطلق لسياسة الكيان الإسرائيلي، وبكل تصريحاتهم بالدعم والتضامن مع الكيان، وحتى هنو عم يقولوا عن مثلا أنه مثل خطة أما شبه خطة أما عملية بداية مبادرة، ما كانوا عم يذكروا وقف اطلاق نار، يعني هذا الشيء حتى وقف اعمال عدائيه، وقف اطلاق نار ما في، ما عم نشوف هذا، يعني هذه لاول مره بتاريخ السياسه الخارجيه لاوروبا. هذا الشيء انعكس حتى كمان على خلافات داخل الدول الاوروبيه، خلافات بين الدول الاوروبيه ضمن الاتحاد، وهذا الشيء اللي عم نشوفه هلا يعني بعمليه. دكتور شحيمي، لانك خبير بالاتحاد الاوروبي ويعني استاذ بالعلوم السياسيه بباريس، اليوم شفنا ماكرون الرئيس الفرنسي اللي هو كان عم بجرب بلبنان يعمل مبادرة ما للانتخابات الرئاسية، وكان مقبول من فريق قريب يعني فريق ممانعة، وهذا شفناه اجا وزايد، اجا على تل أبيب، اجا على القدس وزايد على مواقف بايدن. ما هو تفسير ذلك؟ ونحن بنعرف يعني فرنسا مهما كان في عندها حد معين وتحافظ عليه بالمبادئ الإنسانية وحقوق الناس. فرنسا تبقى فرنسا، نحن عم نحكي عن سياسة الإدارات السياسية المتعاقبة، أما ما يخص الدولة الفرنسية هي دولة فرنسية واحدة. يعني يبدو أنه في قصف بالجنوب، طبعاً رح نكون مع زميلتنا زينب ياسين بعد دقائق من الآن، بس يعني عم تحمى ترجع بي على الحدود الجنوبية اللبنانية. نعم، كمل فكرتك. القصد بالموضوع فرنسا هي فرنسا، إنما في متغيرات بالسياسة الخارجية بحسب الظروف وحسب الوقع وحسب الإدارات السياسية الرئاسية والحاجات تبع الدولة المتعاقبة. ماكرون هو نفسه كان بإحدى تصاريحه السابقة اعترض على دخول الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة المحافظين الجدد ودخولها بالعراق بال 2003، وكان إنه ضد التوغل العسكري والضربات العسكرية وهي الأمور. هو نفسه بتصريحه اللي صار بالكيان الإسرائيلي وجدناه عنده تشبث وعنده مغالاة أكثر من المحافظين الجدد ومن بايدن. هذا الشيء بيعكس على التغير المزاج السياسي الفرنسي وتغير فسيفساء الأحزاب السياسية الفرنسية وجنوحها أكثر نحو اليمين، يعني الشعب حتى نعم حتى مش يعني نحن مش عم نحكي طبعا ما هو رئيس الدولة، ما هو رئيس الدولة، نحن مش عم نحكي الشعب كل الشعب، نحن عم نحكي الجو العام، الإفراز الدستوري للشعب، الشعب يعمل عملية بينتخب وبيفرز السلطة، هيدي السلطة عم
بتكون قريبة أكثر نحو 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 اليمين المتطرف، واللي هو عم يعني عم هذا اليمين المتطرف بفرنسا هو عم يبعد شوي عن عملية التوازن اللي كانت مشهورة فيها السياسة الخارجية الفرنسية اتجاه القضية الفلسطينية. وهذا الشيء اللي بين من خلال بزيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للكيان الإسرائيلي. إنما يعني بنهاية الأمر هذا الشيء سبب عليه ضغوطات كتير كبيرة، وسبب يعني خلافات كتير كبيرة داخل الإدارة الفرنسية حتى بين الأحزاب السياسية الفرنسية، وانعكس انه هذا القرار ما بيمثل حتى يعني اما يعني ما عم يقدر يعمل اجماع ليمثل قرار موحد للإدارة الفرنسية. لذلك عم نشوف كمان مزيد من التضخم بتخبط بهالتضخم في التخبط بهذا الموضوع، وهذا كله سبيل تغير الظروف والوقائع الدولية والإقليمية. طب اذا قلنا فرنسا، ما بعرف ألمانيا عم تقول إنه عندها قواعد كمان بدها تحركها بقبرص لدعما يعني آلة نتنياهو. طب مع مين يعني بأوروبا، مين اللي بيتباين عن الدولتين الكبار يعني يعتبروا، وبريطانيا تحصيل حاصل مع الولايات المتحدة؟ هذا الشيء أنا كنت عم أقوله بالسابق بالأحداث التي سبقت. كان في عملية توازن أوروبية مختلفة عن الإدارة الأمريكية. أمريكا معروفة أنه مؤيدة على العميانة بشكل مطلق لسياسات الكيان الإسرائيلي، إنما كان الأوروبي يجي متوازن هو مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني، ولكن ما كان دائما تصريحاته مضبوطة أكثر. إنما هيدي الفترة وجدنا تصريحاته شوي فاقعة، إنما بلش يعيد التوازن وبلش يصحح بالأخطاء اللفظية. رح كمل بهذا الموضوع، بس ننتقل إلى الجنوب، إلى الزميلة زينب ياسين. زينب نعم جلال، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. نحن الآن متواجدون في القطاع الشرقي، تحديدا في بلدة الخيام، حيث خلفنا يعني نرى تصاعد لأعمدة الدخان، حيث جدد العدو الإسرائيلي اليوم استهدافه لمزرعة بسترة وتلال شبعة وتلال كفر شوبة. هذه أعمدة الدخان التي تتصاعد الآن التي نراها بعدسة الزميل حسن هاشم هي فوق تلال حلتة. قبل قليل ألقى العدو الإسرائيلي قنبلتين مضيئتين وأخرى فوسفورية عند مزرعة السليمية، وهي يعني التي تقع تقريبا بين حلتة والميري وبلدة كفر حمام. يعني طبيعة الأرض جلال فيها العديد من الأشجار المزروعة والأحراش، كما يعني عودنا العدو الإسرائيلي في هذه الأيام على أنه يستهدف هذه المرتفعات وهذه المناطق وأطراف البلدات التي يعني هي كثيفة بالأشجار والأحراش، ليعمد على إحراق المساحات الخضراء، ليتسنى له يعني تسيير طائرات الاستطلاع وكشف المنطقة أكثر. كما كنت أقول يعني قصف مدفعي طال بلدة أو أطراف بلدة حلتة وكفر شوبة وأيضا مزرعة السلمية وبسترة. إلى الآن هدأ القصف نوعا ما، ولكن لازلنا نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد. جلال زينب، بالليل ليلا وفجرا هل حصلت أعمال عسكرية في المنطقة؟ يعني بالقطاع الغربي جلال تم استهداف أيضا بلدة عيتا الشعب وعلم الشعب واللبونة وأطراف الناقورة بأيضا القنابل الفوسفورية والقصف المدفعي، أيضا ليعمد العدو على إحراق المساحات الخضراء هناك. يعني العدو يعني بات يوسع رقعة استهدافه على طول القطاعات، يعني بين القطاع الشرقي والأوسط والغربي. ليلا نشهد غالبا يعني إطلاق قنابل مضيئة وفوسفورية، أما في النهار يعني يطلق العدو بالتزامن مع أيضا القنابل الفوسفورية والمضيئة قصف مدفعي، حتى أنه تم استهداف بالأمس ثلاث نقاط أو أربع نقاط في بلدة ميس الجبل.
شكرا شكرا زينب، وسوف نكون معك في رسائل أخرى. طبعا نحن دكتور محي الدين بدنا نقول للمشاهد، يمكن في مشاهدين بيسألوا ليش بيطلقوا كمان قنابل منيرة بالنهار، يعني القنابل المنيرة والفوسفورية كمان بتعمل حرائق، بتضرب قنبلة مضيئة أو قنبلة منيرة بتولد شهب نار وبتعمل حرائق، بفكرهم يحرقوا أكبر عدد من البساتين. كنا عم نحكي أنه كيف دول مثلا يمكن بلغاريا، يمكن ما بعرف مين، هنغاريا ما بعرف مين، بيأثر، هل بيقدروا يأثروا على فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي؟ هذا الشيء اللي أنا بالتحديد كنت عم حاول أقوله، أنه في اتحاد أوروبي، في المسؤول التنفيذي لإله هي المفوضية الأوروبية، في عملية تجاذبات، في عملية اختلاف بالآراء، في اختلاف بالتعاطي، حتى اختلاف بالرؤية. هذا الشيء اللي عم يتظهر ولكن ببطء بهالموضوع، لمحاولة للوصول لانسجام تام، أما لإجماع حول الأحداث اللي عم تصير حاليا. هلا نحن بنتمنى انه هيدي الامور تاخذ بعين الاعتبار حق الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني، حق حل الدولتين بالدرجة الاولى، وقبل هالشيء حتى كمان عملية، يعني عملية لوبينج سريع حتى يعني دولي، الشعوب الأوروبية، نعم دولي، على القليل كرمال انه اللي يصير عملية الوقف سريع لعملية اطلاق النار والهدنة الإنسانية ليتوقف كل تتوقف هالحرب الإبادية كلها، و إذا إمكانية يوصل إلى مرحلة تانية فليكن. ما أتحدث عنه بالتحديد أنا داخل الأوروبي هو اختلاف بالمزاج داخل الإدارة الأوروبية، سواء بفرنسا، في بألمانيا، ببريطانيا. ببريطانيا شفنا طبعا شفنا. أكيد إنما هذا الشيء رافقه شفناه حتى كمان أكثر مد شعبي كبير لأول مرة، تظاهرات مؤيدة هيدي المظاهرات بتاريخ 70 75 سنة، صح، هيدي المظاهرات بدنا نفصل، منا مؤيدة فقط لحماس، أما لأي فصيل من رافض أما لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية، رفض للسياسة السلطة الفلسطينية، هي مع الشعب الفلسطيني، مع حق الشعب الفلسطيني، ومع الـ يعني قيم. المشهدية، مع المشهدية السوداوية اللي عم نشوفها من الكيان الإسرائيلي، وحتى مع إحياء مفاعيل القانون الدولي والأخلاق والقيم الإنسانية بالدرجة الأولى. لذلك الأوروبي كذلك الأمر هو أمام امتحان للعودة إلى توازنه، وخصوصا يعني نحن عندما نحكي الأوروبي أكثر، احنا بتيجي عندنا بالدرجه الاولى فرنسا للعلاقه الخصوصيه، بده يجي وزير دفاع على يعني للعلاقه الخاصه اللي بتربط اول شيء فرنسا مع المنطقه العربيه، وكذلك نحن كلبنان العلاقه الخاصه اللي بتربط بين لبنان والفرنسيين منذ عده عقود. لذلك يعني هيدي الامور يعني عم يحاولوا انه يرجعوا يستعيدوا نوع من التوازن، رغم بعض بدنا يعني دل رغم دل المنطقه متاهبه، لحتى تضل محافظه انه على دفعة لحتى المجتمع الأوروبي يغير نوعا ما، يعني في عملية يعني استيعاب للأحداث اللي عم تصير وقراءتها بطريقة واقعية أكثر. ومن هون يعني شفنا مثلا أنه الرئيس ماكرون بأثناء زيارته للكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، واللي هي كانت يعني زيارة بطيئة نوعا ما، يعني أخذ بعين الاعتبار يعني استمهل 3 أسابيع، وهيدي لأول مرة يعني بيصير ضمن بالسياسة الخارجية للرئاسة مع خدة فورية. نعم أكيد، لأن حتى فرنسا صارت عم تحكي، عم تشوف أكثر إنه هي حاولت تشتغل على عدة مبادرات، يعني عندك مبادرة بخصوص لبنان والأزمة اللبنانية وصولا للاستحقاق الرئاسي، كمان اصطدمت بكثير من العرائيل أما أسكلت وأبطئت، عندك كمان المبادرة الفرنسية بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية كذلك الأمر أبطئت وأسكلت. لذلك يعني استمهلت فرنسا أكثر للدخول بشكل بطيء حتى ما تخفق. نعم، ليش لتعيد الرسمي بطريقة متوازنة، خصوصا أنه حتى هو بزيارته الأخيرة بس بدل ما كحلها عماها كان، يعني بالزيارة بتصريحات يعني هي كانت نوع من السقطة والتسرع بموضوع السياسي عندما نادى بالتحالف الدولي وتشبيهها، يعني عمل أكثر من بايدن وتشبيه حماس بداعش، وهذا يعني مش أكثر كان من فقاعة دبلوماسية، أما هو تعبير عن التضامن، تعبير إنه التضامن، إنما هو نفسه وحتى يعني الإدارة الفرنسية عم يشارك بفشة الخلق لسياسة نتنياهو، يعني حتى الإدارة الفرنسية ذاتها مستشارينه القراب والكادر اللي له كانوا يعني
في كثير تباين وصار في خلافات وجدالات حول هالموضوع، وهن بيعرفوا انه هيدي مش اكثر من فقاعه دبلوماسيه اعلاميه ويعني وتعبير انه عن الـ عن الـ عن الدعم الكبير، وخصوصا انه فرنسا اما الاداره الفرنسيه الحاليه، ما بدنا نحكي مش فرنسا كدوله، الاداره نعم. الفرنسيه الحاليه هي بتحس حالها انه تحت عبء، انه لان في عندك مجموعه من يعني من الأسرى هن من حاملي الجنسية الفرنسية، فما فيهم إنه يعني صار يعني وكان ولذلك إنه بحسوا حالهم إنه هن تحت عبء بشكل خاص. إنما والشغلة الثانية اللي زلت يعني الدعس الناقصة كانت إنه عملية الإعلان السريع إنه اللي منع المظاهرات المؤيدة أما الداعمة للشعب الفلسطيني، رغم إنه مجلس الدولة الفرنسي أعاد وأبطل القانون، لأنه مجلس الدولة الفرنسي هو حامل لواء الحرية والعدالة والمساوات، شعار الدولة الفرنسية. برأيك دكتور شحيمي المبادرة اللي هي عم تنطلق من نافذة الأسرى أو الرهائن شو بدك سميهم، في أمريكان وفي فرنسوية وفي من جميعه، هل يمكن أن تفتح قوة بالجدار بتوصل لوقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار، أم أنه يعني بدو نتنياهو يجرب يخليها تفشل أو تخفق؟ لا شك أنه الأصل لأنه بتعرف عندنا قطر عم تنسق مع الولايات المتحدة ومصر، بعدين دخلت تركيا وفرنسا، طبعا السعوديون مباركين يعني. لا شك أنه الأسرى بإيد حماس هو ورقة قوة وبشكل عبء على المجتمع الدولي قبل الكيان الإسرائيلي، يعني ممكن تكون جزء، ممكن تكون جزء، لأن حتى الإسرائيلي مجرم يعني حتى للأسف نعم. حتى الإسرائيلي مجرم، وتنسى أنه هو عنده قانون هانيبال، قانون هانيبال يعني بيتيح له أنه حتى أنه الاستغناء عن الـ عن الـ عن أي شيء هو بيتعلق فيه بغير استكمال إجرامه. لذلك أنا بشدد هون عملية أنه استفادة من الشيء اللي صار والجو. من التقدم اللي صار من التفوق والتقدم بخطوة للشعب الفلسطيني للشعب الفلسطيني بالتحديد، انه يستفاد وعملية يعني يحاطه ضمن قرار عملي فعلي يستفيد يعني القصة طويلة هي يعني. طيب بالنسبة للي عم بصير يعني شوف القصف على الجبهة الحدودية، عنا مشاهد، وزير الدفاع الفرنسي شو جاي يعمل ببيروت يعني الأربعة ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو نعم هو جزء من الحكومة الفرنسية وهو جزء يتجزأ من الإدارة الفرنسية، وهو استكمالا للمبادرة المبادرة الفرنسية المتلاحقة من زيارة ماكرون واللي سبقته زيارة وزيرة الخارجية على ماكرون ما حط في لبنان، لأن يعني كلنا بعد شي جمعتين يعني الرئيس ماكرون ما حط في لبنان لأن هو عم يحاول يعزل لبنان ويحمي لبنان، ولبنان منه وعم يعتبر انه لبنان منه جزء مباشر بالنزاع، ما بدهم يوصلوا الجبهات نعم لبنان نعم. منه بالنسبه يعني يعني المبادره الاساسيه والضغوطات اللي صارت تقريبا من اول اندلاع الاحداث، ضغوطات حول عزل لبنان وعمل منع انزلاقه بهي عزل ايجابي يعني نعم طبعا من رؤيتهم هن العزل يعني عزل للبنان ومنع انزلاقه بالاحداث ومنع دخوله وانغماسه الفعلي بهيدي الحرب لعده اعتبارات منها انه هلا منقول شو هي الاعتبارات. ننتقل عند زينب ياسين. زينب شو في جديد عندك او شيء اخر؟ نعم جلال يعني تجدد القصف الان، يعني نستطيع ان نقول انه قصف عنيف طال نفس المنطقه التي كان العدو يستهدفها قبل قليل، وهي مزرعه السليميه والتي تقع عقاريا بين حلتا والميري وكفر حمام. اعمده الدخان كثيفه الان، القى العدو تقريبا خمس أو ست قذائف فوسفورية وقنابل مضيئة، يعني حيث رأيناها بالعين المجردة جلال، بأنه كل ما يقصف العدو أو يرمي قنبلة فوسفورية يرمي معها قنبلة أو قنبلتين مضيئتين، وذلك من أجل يعني في محاولة لإشعال النيران في الأحراش الموجودة، كما نشاهد بعدسة الزميل حسن هاشم كثافة أعمدة الدخان الموجودة عند تلك التلال، على ما يبدو أنه هناك يعني اشتعال للحرائق، كما أنه في القطاع الغربي الآن جلال وردنا أنه هناك غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت
منزلا في عيت الشعب. وهناك معلومة أخرى تقول بأنه الغارة استهدفت الساحة في بلدة عيت الشعب، وهذا يعني إن كانت المعلومة دقيقة 100% فيعني أنه العدو بات يستهدف المنازل المدنية ولم يعد يقتصر بقصفه على الأراضي المفتوحة كما كان يجري الأمر في بداية الاعتداءات. جلال؟ نعم، شكرا زينب. من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، هذه المطرح عم يضرب وهي محيط مزارع شبعة، ويبدو أنه حكيتنا كمان عن القطاع الغربي ضرب ساحة بعاية الشعب، يعني كانوا ذات الأسلوب ولكن بشكل مضبوب أكثر. برأيك الجبهة ما رح تتوسع أكثر من هيك، رح تضل ضمن يعني كل الضغوطات اللي عم تصير أنه عربيا ودوليا، وحتى طبعا رئيس ميقاتي زار قطر وبعدين حتى باتصالات مع القاضي اللبنانيين رغم انهم تاخروا لحتى يبينوا يعني على الساحه، تصب ان تبقى هذه المناوشات اذا ممكن نسميها مناوشات ضمن ما يسمى قواعد الاشتباك اللي حددتها يعني قوى يعني الظروف الامر الواقع، واللي وضمن الهاء الإسرائيليين عن نوعا ما عن غزة. هذه بالدرجة الأولى. الشغلة الثانية أنه عملية الضغوط وعملية الوساطة وعملية المشاورات والنصح للدولة اللبنانية أنه عدم انغماس وعدم الانزلاق الفعلي في هذه المواجهة، وأن تبقى ضمن قواعد الاشتباك بالعمل حتى ضمن على عدم تمدد قواعد هذه الاشتباك. نعم، عدم توسع، عدم تمددها، والأكثر من هيك أنه عملية تجميد مبدأ ما يسمى عند قوى الممانعة وحدة الساحات، يعني وهذا الشيء اللي عم نشوفه لهلا محافظين عليه. سيد نصر الله ما بيحكي نهار الجمعة. لهلا كل الأمور بتقول أنه في تجميد لمبدأ وحدة الساحات، وهو أنه التزام للبنان بالقرار 1701، وهو ما يجب على الدولة اللبنانية. هون الخيط الرفيع بين التزام 1701 والاشتباكات المحددة بهذه، وهو ما على الدولة اللبنانية أن دائما تلتزم به وان تعلنه، هذا بالدرجه الاولى. بالاستكمال انت بتحكي عن الاعتبارات. نعم. اول شيء اعتبار انه هذه الحرب ليست حرب مع لبنان المباشره، ضروره هيك بتشوفها فرنسا والمجتمع الدولي. نعم. وحتى مع المجتمع العربي كذلك الامر. نعم. على لبنان ان يكون جزء من المنظومه العربيه والالتزام بالقرارات العربيه والامميه والتطبيق الفعلي لل 1701. نعم. هذا بالدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه ويعني هي عمليه انه التفات لبنان الى الاستحقاقات التي تنفع لبنان، وخاصة في مثل هذه الحالات، وهي اختصاصات، وهي ما نسميها يعني الحراكية النافعة أما الإيجابية للداخل اللبناني، وهي عملية إنه اللحمة الوطنية والبيئة الداخلية والسعي أكثر بهذه الظروف إلى تحقيق الاستحقاقات الشاغرة في لبنان، وخصوصا في أول مقدمات الاستحقاق الرئاسي والشروع بحكومة قائمة فعليا وملء الشغور والشغور بعمل حثيث دستوري وتنفيذي. هذه الأمور كلها تجعل لبنان في منأى عن الانزلاق وتعطيه النجاعة والقوة والحصانة. من خلال دكتور، من خلال عملك وتعليمك بالأجيال ومشاركتك، كنت مشارك بدورة بندوة الأركان كان عملها الجيش اللبناني هذه الفترة، شايف شيء نموذج مثل هالنموذج اللبناني انه مثلا قرارات دولية تحترم بذات الوقت بيصير في معركة معينة لدرء مخاطر عن الشعب الفلسطيني وبذات الوقت للحفاظ قدر الإمكان على الاستقرار بلبنان بكل مسارك الجامعي؟ شوف، نحن عم نعيش ظروف صعبة على المستوى المحلي وظروف متشابكة ومتناقضة على المستوى الإقليمي والدولي، لذلك يعني مش مستغرب إنه نشوف هالمتناقضات، إنما شو المفروض علينا نحن كلبنانيين، كدولة لبنانية، كمؤسسات لبنانية، إنه نقدر نستفيد من هالمتناقضات لنحمي الدولة اللبنانية. نعم. ولنحمي المؤسسات اللبنانية. طبعا اكيد نحن مع كل يعني لبنان مع الشعب الفلسطيني مع القضيه الفلسطينيه، انما كمان لبنان ملتزم بالقرارات الدوليه، وهذا شيء اساسي كثير كبير.
وهذا الشيء كمان مع المنظومة العربية. ومرجع بقول لك الموضوع كله، حتى يعني زيارة وزير الدفاع الفرنسي تصب استكمالا لهذه الأمور. يعني هو جاي بده يطل على القوة الفرنسية باليونيفيل. هذا الشيء الظاهر للموضوع، أما الشيء الحقيقي للموضوع أكثر هو عملية يعني المعاينة للتطبيق 1701، لمعاينة أنه عدم انزلاق لبنان والحدود اللبنانية إلى جبهة يعني مفتوحة بشكل فعلي. مفتوحة من الجبهة. والنقطة الأهم هي عملية لجم وعدم تمدد، أما التطبيق الفعلي لمبدأ وحدة الساحة. طيب هالحركات حركات الإقليمية الدولية تأخذ بالاعتبار الدور الإيراني؟ يعني وقت بتقارب المواضيع السياسية حتى لو ما كانت إيران حاضرة بالمبادرات، هل تأخذ بعين الاعتبار؟ بالانطلاقة من السياسة الواقعية اللي هلأ الكل عم يرجع لها، إيران موجودة ضمن المنطقة بالشرق الأوسط. وهي فاعلة ليست فقط ضمن الحدود الإيرانية، هي فاعلة ضمن الحدود الإيرانية. ما حدا ضمن الداخل الإيراني بيتدخل ولا بيقول لإيران شو عم تعمل. هي نحن عم نحكي على السياسة الإيرانية الخارجية. نعم، وخصوصا عندك أنت إنه إيران هي باعتراف نفسها إنه هي مؤثرة ضمن أربع دول وقطاع غزة. لذلك يعني طبعا هي موجودة، وخصوصا إنه الإيراني حتى نفسه بتصريحات أعلنوا إنه هو مع السلم ومع التهدئة ومع عبد اللهيان لفت كلامه بالأمم المتحدة. نعم، وحتى قبل ما يغادر، حتى زيارة عبد اللهيان للبنان كانت كرمال إنه تهدئة العمل على تهدئة حسيسة. تهدئة حسيسة ويعني طمأنة بالمبدأ يعني ضمن حدود الدنيا، ضمن حدود محددة. نعم. لأن حتى في حدود عندك ما حدا عنده الضمانة. نعم. وما حدا عنده شيء بجيبته، إنما كلهم عم يعملوا مبادرات، كلهم عم يعملوا حركات، إنما على لبنان إنه يحاول يستفيد من هيدي المتناقضات. بس بيقدر ينتخب رئيس؟ يجب عليه أن يلتفت لما هو نافع للبنان وفي مقدمته الاستحقاق الرئاسي. طيب شو بآخر هالحلقة شو بتتوقع؟ في ناس بتقول خايفين كله وتوجس من حرب كبيرة ويكون لبنان كذا، شو بتتوقع بالنسبة لقطاع غزة ولبنان؟ يعني الشعب الفلسطيني، قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة هي دائما منتصرة، وإن شاء الله بدها تكون منتصرة. أما في مسألة لبنان، على لبنان أن يكون دائما مع القرارات الدولية والشرع الدولية، وأن يلتزم الدستور والقانون، وأن يلتفت للاستحقاقات النافعة له، يعني الوحدة الوطنية وتمتين الوحدة الوطنية، ليس بالمعنى المتعارف عليه كحكومة وحدة وطنية بالمعنى السلبي. أنا أقول الوحدة الشعبية، الوحدة المجتمعية، بيئة متكاملة. طبعا أكيد، وهذا لا ينفي وهذا لا يسكت دعم لبنان دولة وشعب للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. يعني ما في شيء دراماتيكي ممكن إن شاء الله؟ لا إن شاء الله لا. دكتور محي الدين الشحيمي، يعني نحن استفدنا من خبرتك، إن كان بالتعليم بفرنسا أو بلبنان. في كتير عم بيقولوا بيتوجسوا إنه الساحة اللبنانية رح تكون متفجرة. حضرتك من غير هالرأي حبينا نقول للمشاهد. نحن بنشكرك مشاهدينا الكرام، بعد دقائق من الآن نكون مع الدكتور داني سماحة.